أبولو عند المفترق، يتعلقون بأي شيء. أنت تبدو المستغل وقد كشفت لهم حقيقة ما جرى في غرفة النوم المضاءة منذ غارات المساء. وليس في المدن الفقيرة غير رائحة الجياع وبعض أحبال الغسيل، ومرأة أخرى تفتش عن مكان للتقيؤ إثر ما أكلت من السمك المجمد. هكذا يتناوبون تنقلاتك بين باب الحي والبحر المجاور. لا تقل إن الزنابق أزهرت وأنا أجر الشمس أو أعدو بها وحدي. وأذكر أنها ارتطمت بأعمدة الإنارة مرتين وأشعلت نصف النوافذ. إنه الحب الذي فتح اليقين وأرهق الضعفاء في نياتهم، وتملقوك لكي تريهم مرة أخرى هديتها الثمينة. هم كذلك يلهمونك بالتورط في العلاقة بين نفسك والكذب.